بسم الله. عندنا في الكول داون تمرينات الكارديو، عندنا 10 دقائق في نهاية التمرين، اعملها تمرينات سويدية، ممكن اعملها تمرينات خفيفة جدا، مشي في المكان عادي جدا، عندنا دراجة رياضية ثابتة ماشي، عندنا تريد ميل هي المشاية الكهربائية وماله، المهم ان هي تكون بشدة متوسطة يعني الى خفيفه، ما تكونش حاجه ايه فيها جري او اعمل التمارين بسرعه خالص، فنعمل تمرينات خفيفه كده او اتمشى في المكان، افضل اتمشى في المكان، اتمشى كده بسرعه متوسطه لحد ما اخلص ال 20 دقيقه بتوعي، عشان احنا محتاجين في الاسبوع ده زي ما اتفقنا 20 دقيقه يوميا، اصلا في الاسبوع اللي هو الثالث ده، في المستوى الثالث في الاسبوع الاول محتاجين ان احنا نمشي في غير التمرين 20 دقيقة يوميا.